وين راه يمسح الورقه؟ واش من ورقه؟ الورقه اللي كتبت هذيك النهار، هذيك انت اللي كنت داير هذيك البلاكا. ايه وين راه؟ واش كتبت فيها اليوم؟ اليوم العنوان تاع اليوم واش هو؟ واش كاين اليوم؟ اليوم العنوان تاع اليوم واش هو؟ قول لهم، قول لهم في اللايف. العنوان تاع اليوم اسمع اسكت عليا يا سيدي. العنوان جايبينه من القران، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني حنا ما كاش قبايلين ما كاش عربي ما كاش. بارك الله فيك. هذه الهضره يا الناس راكم تسمعوا. هذه لا بريمير دي شوز. لا دوزيام دي شوز في لو بلون استراتيجيك تاعنا حنا. حنا الشعب هذا، هذا الحزب تاعنا هو الشعب، هذا حزب الشعب. هذه ماشي حراك، هذه اسمها حركه، حركه الشعب الجزائري من اجل ماشي التغيير، التجديد. فرق بين التغيير والتجديد، فهمت؟ حنا ما نغيروش العباد، نجدوا، نديروا لا دوزيام ريبيبليك، الجمهوريه الثانيه من دوام زيرو باذن الله. نديروا عباد جدد اللي ما سرقوا معاهم هكذا. هذا الصحفي اللي كان بكري يقول لك الفخامه، وهذو اللي داروا الجزائر الخضراء وما كذا، هذو ما همش معنا، راحوا هذو. اسمح لي، كومونتي ولا قال لك باللي هي المرض ماشي عيب، قال لك الناس مرايض. انا قلت لهم ماشي مريض يا خويا، انا هما مرض. معليش معليش معليش، انا قلت لهم ماشي مريض. هما مرض في السنه اللي فاتت. معليش معليش، هذا اللي راه يقول لك مريض. اذا هو طبيب يجيب لنا الشهاده تاعو، نقولوا بلي الشهاده تاعك ما تكزيستيش. هذا اللي قراك قراك غلط، فهمت؟ حنا دائما اللي يهضر صح يتهم. هذا اللي يهضر هكا، ما شكيتش يقرر. هذا بالباله تاع بالباله، هذا شوف كي يشوفوا انسان عنده شعبيه ولا يشوفوا الانسان يمشي في طريق ربي توجور يتهموه. هذا دائما ما يحبوش واحد يطلع صحيت. الخروف الخروف خطره راح يشرب في العلم كما حنا نقولوا في البيت. اسمع حسين اسمع، والذيب باش يشريها له باش ياكلوا، خلاه كي يشرب قال وراك خوضت لي الماء، كنت راح نشرب خوضت لي الماء، باش يلقى له سبه باش ياكلوا. حنا توجور واحد راجل يديروا له تكيات معاني، معاني كلام معاني. فوالا حنا درك الانسان، اي انسان، انا راني انسان بسيط، اي انسان مهما كانت وزنه نتحداه، يحب يجيني فاسفاس، يحب يجيني بالكلاش، يحب انا نموت واحد، انا بلي لا اله الا الله محمد رسول الله. واي واحد ضد ربي وضد الدين وضد الحقيقه راني